إلى الشهداء، إلى الشهداء. إلى الشهداء سنغني، إلى الشهداء الذين يملؤون أزقة الذاكرة ومصطبات الروح. إليهم إليهم سنغني رجع الخيل يا عين لا تدمع، لكن لو سمحتم بقدر من الخشوع. رجع الخيل يا عين لا تدمعي له، هو بكتار رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا عين لا تدمعي له، هو بكتار رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا يشوقي لما الله يا معنى بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخيل يا عين لا تدمعي له، نرجو من الرفاق افساح المجال للضيوف على الكراسي لو سمحتوا يا رفاق. اسمع بعد لغايه شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلنا رفاقنا، أصدقاؤنا، إخوتنا في القوى الوطنية والإسلامية في القلعة الحمراء، معقل الشيوعيين الأوائل. نرحب من البيت الذي استضاف الأمين الأول لحزبنا الحزب الشيوعي الفلسطيني الرفيق فؤاد نصار، في بيت رشدي ذيب شاهين. نرحب بكم من المكان الذي طبع منه البيان الأول لانطلاق المارد الشيوعي للوحدة الوطنية، المكتب الذي انطلقت منه شرارة المقاومة الشعبية تحت العلم الفلسطيني. فأهلا وسهلا بكم في بيتكم في بيتكم الثاني. نقف الآن على أرواح شهداء شعبنا مع قراءة سورة الفاتحة. حاضرا في صور وعزم الشهداء، في طباشير الصباح وأناشيد الكفاح في كل ميادين وساح، والغد الطالع من نزف الجراح. أما الآن مع السلام الوطني الفلسطيني. شكرا لك.
الجليل، إما فلسطين وإما النار جيل بعد جيل. يا رفاقي الأبرياء، يا رفاقي الشهداء، سأقرع الطبول وأقطع الفصول لأصل إليكم يا رفاق. فلنقاتل، شعبي قال ليس منا من يهادن. فلنقاتل فلنقاتل، وليكن ما شئت يا بلادي يا بلادي. أما الآن مع كلمة حزبنا العريق، حزب الشعب الفلسطيني، الحزب الذي قدم الشهداء على امتداد تاريخه وناضل في كل ساحات النضال والوطني والاجتماعي. نبقى الآن مع كلمة مناضل الأمين العام بسام الصالحي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أيها الإخوة والرفاق الأعزاء، 28 شهيدا من شهداء بيت دجان الذين هم جزء لا يتجزأ من قافلة الشهداء الكبيرة والطويلة التي زخر بها شعبنا الفلسطيني استقباله من أجل الحرية والاستقلال. هؤلاء الشهداء الذين سقط بعضهم في بداية عهد الانتداب ومقاومة المشروع الصهيوني وفي ثورة 36 وفي كل الموضوع، الرفيق وذكر الرفيق فؤاد نصار والرفيق أبو فتحي أبو جيش والرفيق إم بكر وأبو بكر عبد الحق والرفيق العزيز رشدي شاهين وكل قافلة من مروا على هذه البلدة المناضلة وطبعوا بصماتهم ليس فقط فيما نراه اليوم من مقاومة شعبية باسلة، هي ولكن أيضا في الصورة الناصعة لهذا النضال لكل أحرار شعبنا في كل مكان. ونقول اليوم أن كل بلدة وقرية ومخيم ومدينة فلسطينية لديها صرح للشهداء، من مدننا وقرانا في الداخل الفلسطيني أيضا، وكذلك في مخيمات الشتات في لبنان وفي سوريا وفي الأردن وفي كل مكان. وللمناسبة نريد أن نقول أن شيرين أبو عاقل، أيقونة فلسطين، اغتيلت اليوم مرة أخرى بهذا التقرير المخزي للإدارة الأمريكية. واسمحوا لي وليسمح لي الشباب بشكل خاص ونشطاء الفيسبوك بشكل خاص أن نطلق اليوم هاشتاج واضح: العدالة لشيرين أبو عاقلة، ولا أي ترحيب بإدارة بايدن وبزيارته للمنطقة. فلسطين لا ترحب لا بالرئيس الأمريكي ولا بأركان إدارته، ونحن متمسكون بالعدالة لشيرين أبو عاقلة. هذا التقرير المتواطئ مع الاحتلال الذي يريد أن يحملنا نحن مسؤولية ضحايانا، هذا التقرير المتواطئ مع الاحتلال الذي يريد أن يغطي على ازدواجية معايير حتى مسؤولي الجنائية الدولية الذين هرعوا في الأيام الأولى إلى أوكرانيا للبحث عن جرائم حرب ضد روسيا ويتحقيق في فلسطين. كوني واثقة يا شيرين أبو عاقل وأنت تنضمين إلى قائمة شهداء الشعب الفلسطيني الذي هذا الصرح هو صرحهم، وأن شعبنا الفلسطيني ليس أمامه أي خيار سوى استمرار الكفاح الوطني وسوى أن يتوحد أبناؤه في كل مكان
وأن تنتهي حالة الانقسام المحزنة والمفزعة التي تركت للعدو للاحتلال أن يبطش بشعبنا. من الدول والحكام العربية هذا الانهيار المخزي في التطبيع مع إسرائيل، وهذا الاستعداد لبناء تحالفات جديدة مع زيارة بايدن للمنطقة ليس لها سوى عنوان واحد، هو تهميش القضية ببيت دجن، كما هو يعتز بنضالات كل أبناء شعبنا، يعتز أيما اعتزاز بالمقاومة الشعبية المستمرة في بيت دجن، وبالدرس المهم لهذه المقاومة التي حافظت على وحدة كل أبناء بيت دجن ولم تميز بين أحد، الجميع في الميدان وأسبوعيا وعندما يلزم الأمر دون كلل أو ملل، وهم بذلك إلى جانب كل المواقع الأخرى في مسافر يطا وفي كفر قدوم وفي كل مكان في سلفيت وغيرها وفي الأساس التي يناضل أبنائها يوميا في الشيخ جراح وفي باب العمود وفي حي البستان والبلد القديمة وكل مكان من أجل مواجهة الاحتلال. كل التحية هذا الاعتزاز بشهدائنا، وكل التحية لأسرى شعبنا، وليكن ما دام كلمات عربية وأغاني شعبية، ما دامت لي عيناي، ما دامت لي شفتاي ويداي، ما دامت لي نفسي أعلنها في وجه العداء سلاحا في أيدي ثوار. مع بداية عودته إلى أرض الوطن كان دائما على تواصل مستمر، وحتى هذه اللحظة مع بيت دجن، فهو من قدم فلذة كبده فداء إلى أرض الوطن، الشهيد جهاد محمود العلول. الآن مع كلمة المناضل الكبير محمود العلول أبو جهاد، نائب رئيس حركة فتح وعضو لجنتها المركزية لكلمة القوى والمؤسسات الوطنية، فليتفضل مشكورا. يرضى تاريخا أوسطهم اسمه بسم الله الرحمن الرحيم. في محافظة نابلس والإخوة في المناطق التنظيمية والأطر التنظيمية، أخي الدكتور نصري وزير العمل، الإخوة ممثلي القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية، تحية لكم إخوتي في الأجهزة السيادية الفلسطينية، تحية لكم جميعا. ويشرف شارككم هنا في بيت دجن في هذه القرية المناضلة هذا الحفل من أجل افتتاح صرح شهداء بيت دجن. بيت دجن التي عطاؤها من أجل فلسطين، عطاؤها من أجل الشعب، من أجل الحرية، إلا دائما التي تراعي المسألة الوطنية بشكل دائم. هذا ما جعل حالة التقاطع ما بيننا وبين حزب الشعب كبيرة للغاية. حالة العلاقة هي العلاقة الأقرب، لأننا نطبق دائما النظرية التي كانت سائدة في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه تحت مظلتها دائما نخوض حوارنا ونحسم أي تباين بهذا الأمر لمصلحة الشعب ولمصلحة فلسطين. أحبتي في بيت دجن، رغم أن هذا الاحتلال سعى ويسعى بشكل دائم من أجل إيذاء المقاومين الشعبيين، من أجل إيذاء أبنائنا، من أجل استخدام أقصى ما يمكن من القوة
في مواجهة ذلك، ومن أجل ذلك اتسعت درجة الإصابات لدينا هنا في بيت دجن. لكن بيت دجن مستمرة في عطائها ولن تتوقف على الإطلاق، لأن هذا النهج، هذا هو الخيار المتاح الذي نراه الآن. نعم يتسع من وحتى جنين وعبر كل هذه البلدات والمحافظات والقرى عشرات ومئات التجارب النضالية الدائمة والمستمرة في كل مكان والتي نراها. وأيضا مع الإخوة في القيادة الحدة من أجل تعزيز المقاومة الشعبية، من أجل توسيع درجة انتشارها وتوسيع مسألة المشاركة بها من كل فئات هذا الشعب الفلسطيني. هذا هو خيارنا في هذه المرحلة، وتحديدا والكل يدرك تماما مدى، وأحيانا تصل إلى الإعدام الذي الكثيرين منكم شاهدوها كيف التقطتها كاميرات تلفزيونية بهذا الموضوع. من أجل ذلك نعم لا يريدون نشر الحقيقة من أجل اغتالوا شيرين أبو عاقلة، ومن أجل ذلك هم يتسلطون على الصحفيين والإعلاميين بشكل أساسي. هذا هو الواقع الذي يترافق مع هذا الحصار الذي يعيش شعبنا، سواء من العالم أو من أشقائه والأمة. سوى هذا الخيار، وهذا شيء ما ممكن، نعم ممكن، يمكننا الصمود في مواجهة كل ما يتعرض له هذا الشعب الفلسطيني، لكن بشروط أساسية أساسها هو حالة الانسجام الداخلي في صفوف هذا الشعب الفلسطيني، وهذا هو الأساس بهذا الموضوع، وهذا ما يدعو دائما لاستمرار الحوار وتعزيزه من أجل أن نستمر في هذا المسألة. الليلة هنا ونحن نعم نفتتح هذا الصرح، صرح الشهداء، شهداء بيت دجن. مسألة هم جزء من هذه القافلة الطويلة من شهداء هذا الشعب الفلسطيني. هؤلاء الذين الشهداء والمعاناة التي يعيشها أسرانا الفلسطينيون، هذه شلال الدماء ومعاناة الأسرى شكلت دائما ثمنا باهظا من أجل الحرية والاستقلال. نحن نفتتح هذا الصرح اليوم ونعاهدهم ونقول لهم أن مقابل هذا الثمن لا يمكن أخي بسام أن نقبل إلا حريتنا واستقلالنا وحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة. ومهما طالت الطريق لكم التحية، وهي ثورة دائما حتى النصر، واعطيكم العافية. نحتني عليكم وأقول وأفديكم أناديكم أشك بالمثلث والمستطيل، ثم حملناه على الأكتاف وتحت القلب دفناه، عشب في الرمل وفوق القلب رخام. نبقى الآن الفلسطينية، العشرات من الشهداء سقطوا دفاعا عن أرض الذين ضحوا لبيت دجن، بيت دجن عنوانا ونقطة للمقاومة الشعبية. فليتفضل واصف حنايشة لإلقاء كلمة ذوي الشهداء، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. اكتب اسم الشهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أهل قريتنا والضيوف الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم أيها الإخوة، إنهم الشهداء الذين قال عنهم الله سبحانه أن نقيم لهم الصروح، نقيم لهم كل ذكرى في قلوبنا وفي وجداننا حتى نستمر في هذه الثورة وفي هذه المقاومة التي كانوا عليها وأعطونا هذه الوصية لنحافظ عليها. أهل قريتنا الكرام، أهالي قرية بيت دجن، بيت دجن المقاومة والصمود، بيت دجن التحدي، إن شهداء هذه القرية جسدوا بدمائهم معاني ليقولوا لنا إن عدونا واحد لا يفرق بين لون وآخر، لا يفرق بين ابن الفتح ولا بين ابن حماس ولا ابن الشعبية ولا ابن أي تنظيم أو فصيل. الشهيدة فاطمة الصهيونية في مدينة نابلس، نابلس جبل النار، ودماؤه شاهدة إلى يوم الدين. والشهيد البطل سامح أبو حنيش الذي نحتفل في هذه الأيام بالذكرى 21 لذكرى استشهاده. هذا الشهيد الذي سقط على أرض جنين القسام بصواريخ الحقد الصهيونية. كما لا ننسى أيها الإخوة وكلكم في هذه الذاكرة الشهيد عاطف حنايشي الذي استشهد على جبال قرية بيت دجن. هذه الأرض التي خرجت كل بيت دجن، هذه المقاومة الشعبية، هذا ما نستطيع أن نقدمه. فيجب علينا كأهالي قرية، وكما نشكر كل المشاركين من القرى المجاورة الذين في كل جمعة يشاركوننا في هذه المقاومة، وعلى رأسهم شيخ المقاومة الشعبية الأخ أبو ساري، فله منا كل التحية والاحترام. لا تجعلوا هذا العدو يسرق أرضكم، لا تتراجعوا عن الدفاع عنها. بيت دجن أيها الإخوة منخرطة في المقاومة الشعبية بكل فصائلها الوطنية والإسلامية، ستبقى مستمرة هذه المقاومة حتى كنس هذا المستوطن اللعين احتل أراضي هذه القرية. فنقول له: خبت وخاب مسعاكم، إن بيت دجن بكل رجالها وشبابها قرروا إزالة هذا المستوطن مهما كلفنا من ثمن. لكن أيها الإخوة نقول أن هناك إنسان قد يموت، الإنسان قد يموت جبانا وقد يموت الإنسان شجاعا، ولكن شتان بين موتة وموتة الإنسان الذي يقدم روحه فداء لأرضه. يجب علينا أن نقتدي به. نعم أيها الإخوة، وفي الختام لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن نريد أن نتوجه بالشكر الجزير لإخواننا في حزب الشعب الفلسطيني على هذه اللوحة الفنية في قلوبنا وعقولنا ووجداننا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي حروفك من ذهب واكتب اسم الشهيد، أسقطنا يا شي نور تاب. هي راية جيل بعد جيل في اللد والرملة والخليل، ونصنع الأطفال جيلا ثائرا وراء جيل. عشرون مستحيل، ونملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات، وفي قلوبنا جهنم حمراء. إذا عطشنا ناصر الصخرة.
وليعنفوه فأنت الأعنف، وليحشدوه أنت تدري أن المخيفين أخوف، ولأنها عاصمة المقاومة الشعبية وعاصمة النضال والكفاح منذ زمن، ولأنها بيت دجن منارة بالفعل المقاوم والنموذج الأكبر الوحدة الوطنية والوحدة النضالية، ولأنها هي التي أعلت علم فلسطين فوق كل راية. نبقى الآن مع كلمة اللجنة الشعبية. مساء الخير للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أنا حاب أرحب فيكم كل واحد باسمه، لأنكم علينا دون استثناء، بس خايف أنسى حدا وبصير يكون إنك بتهزنيش. أيها الحضور العزيز الكريم المناضل الشامخ من أجل الأرض والهوية، وستبقى هويتنا وراية فلسطين وهي علم فلسطين شامخا رغم أنف هذا المحتل المغتصب أرضنا الطاهرة. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم أخانا وحبيبنا وعزيزنا وله اليوم صار حج رئيس مجلس كرم بيت دجن الذي يتواجد الآن في أرض الحجاز الآن باسم المجلس والفصائل واللجنة الشعبية، ويحييكم على مشاركتكم اليوم في افتتاح صرح الشهداء بيت دجن، وهو أول صرح باسم كل الشهداء في بيت دجن يقول ونحن نقول معه: فأنتم لكم سدرة ووسطى وأهل بيت دجن جميعا. بيت دجن المقاومة الشعبية التي قدمت الشهيد عاطف وهو يرفع العلم الفلسطيني ويلبس قبعة العلم الفلسطيني رغم انه شيخ، يعني وين الشيخ رضوان؟ يعني من كاس مكش عليه، لكن هو وكل شهداء شعبنا الفلسطيني. أسرانا البواسل في قريتنا الحبيبة هناك الكثير من الأسرى، منهم الأسرى الأبطال كميل أبو حنيش وحكمة عبد الجليل وثائر حنيني ومنذر ابن الحج محمد ورائد عبد الجليل وعصر المقاومة الشعبية الذين كانوا يلازمون بكل المسيرات: مجدي حسين عامر، بشير أبو جيش، مجد عامر، حميد حنايشي، وبكى الأسير العزيز عضو المجلس الكروي نضال خلف مفلح الحاج محمد. كل هؤلاء الأسرى ونحن على دربهم ودرب الشهداء
ذاهبون. والجرحى الذين تجاوزوا الأكثر من 150 جريح. والبيوت التي هدمت في بيت دجن. كل ذلك من أجل الوطن. هؤلاء الجرحى أكثر من 150 جريحا وعلى رأسهم وهو يحتسب. وأعطينا الجنسية وأعطى أبو السادق يوسف شاهين دلم أرض خالد منصور شيخنا ورفيقنا وحبيبنا وصامد أبو جيش أسيرا وليس جريحا. لا والله المحطين إياهن على شسمه. فهذا وأنا لا أريد أن أطول عليكم ويجب يقولوا لي الطولش أننا نشكركم ونحن سنستمر في المقاومة. سنقاوم جيلا بعد جيل. سنبقى نقاوم جيلا بعد جيل رغم كل ما يقوم به الاحتلال من إغلاق بيت دجن. بيت دجن الآن تعيش يا أخ أبو جهاد ويا أخ رفيق بسام بالتحديد تعيش في سجن كبير. فقط مدخل واحد لبيت دجن من بيت فوري من شرقة من جنوب من الشمال من كله مغلقة. وغير التصاريح التي سحبت بالمئات يا وزير العمل من العمال في بيت دجن. لذلك نناشدكم أنتم الثلاثة وأعزاء أن تقفوا مع بيت دجن وقفا ما عهدناكم بالسابق والحاضر والمستقبل. نحن بحاجة لكم. نحن بحاجة لكم وللوقوف معكم. وأنت يا أمين السر يا أخي يا حبيبي العزيز نقاوم لوحدنا ومطلوب مساعدتكم ونحن بحاجة لها. أخيرا وليس آخرا إلا بين أعداء الإنسانية وهو العنصرية الاحتلالية نوجه لكم جميعا دون استثناء شكرا وشموخا ومحبة وعزا وشموخ. ونوجه شكرا خاص لكل من ساهم لنا في إنجاح هذا الصرح وعلى رأسهم أخي وحبيبي وضاع حواش وأخي وحبيبي المهندس صادق يوسف شاهين. وهذه القلعة كلياتها هي مدار شاهين فيما فيه من الحديقة للشهيدة الرفيقة بدرية صادق يوسف شاهين وهي بنت بيت دجن وأول مدرسة مدير مدرسة جاءت على بيت دجن. فأهلا وسهلا بكم وتحياتنا واحترامنا إلى أخونا محمد سلمان أبو حلوان الذي سمح لنا باستخدامه في طرد هذا المحتل مهما كلفنا الثمن. حتى لو كلفنا الدم نحن جاهزين أن نكون على قدر مسؤولياتكم وقوتكم وتحديكم. والسلام عليكم. تفضلوا نفتتح الصرح. تفضلوا 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 صادق شيخنا تفضلوا. يا عزر اسمعينه بالتاب اسجاد يا دوبك بدنا عليك يا عزر يا عزر اسمعينه بالتاب يا دوبك بدنا عليك. سيد من أيام الانتداب البريطاني